يعني خط تنازلي التحكيم المصري ما حدش مبسوط منه بقاله 5 6 سنين على كل الاصعده يعني. السبب الحقيقي ان مفيش شغل على الارض، مفيش تدريب مستمر. التحكيم بقى في كل الدنيا كلها تدريب واستمرار في التدريب والتطوير اللي بيحصل بالشغل. لما بيقل الشغل بتلاقي المشاكل وتلاقي الازمات وتلاقي اللي حصل عندنا من 5 6 سنين. عندنا خامات محترمه جدا كتحكيم تروح في ابعد مسافه ابعد مكان. لما بيشتغل لهم في الاتحاد الافريقي كويس بتلاقي نتيجه كويسه، بيشتغل لهم في الاتحاد العربي كويس بتلاقي نتيجه كويسه. احنا في الاتحاد المصري ما بنشتغلش عليهم كويس وبالتالي النتيجه ما بتبقاش مرضيه. محتاج تشتغل على الناس دي كويس، تدربهم كويس، تعتني بيهم ثقافه وتعليم في تحكيم وعلم في التحكيم، هتلاقي حاجه النتيجه كويسه. الكلام ده مش حصل عندنا بقالنا 5 6 سنين، بعيدنا قوي عن الشغل ده. الناس اللي حوالينا كلها بتجري في مجال التحكيم واحنا محلك السر زي ما بيقولوا، فمحتاجين نشتغل على ده عشان نطور. وبالتالي هم لجأوا للخبير الاجنبي الاولاني وبالخبير الاجنبي الثاني، لان ناس في اتحاد الكره حسوا ان في حاجه مش مظبوطه في التحكيم فحاولوا يلاقوا حلول خارجيه مش موجوده في مصر. يعني الاتحاد المصري في الاخر لما بيجيب خبير اجنبي هو عايز ينجح، مش هيكلف نفسه ويجيب يصرف وكده ومن غير، عايز في الاخر مفيش حد يشتكي من التحكيم. التحكيم هو الصداع الاساسي للاتحاد المصري لكره القدم، فهو عايز يخلص من الصداع دوت، فبيجيب خبير اجنبي عشان يطور، بيجيب خبير اجنبي عشان يتكلم على التحكيم بصوره كويسه. هم بيلاقوا في ده حل ليهم. المره الاولانيه فشلت وما نجحتش تجربه مارك لاتنبرج. المره الثانيه فيتور بيريرا هنشوف الموسم ده برضه التجربه لسه بتبدا، يعتبر الخمس شهور اللي فاتوا هو قلب اتفرج وبشوف. نتمنى ان شاء الله له النجاح في الموسم الجديد. هو التحكيم المصري هيرجع لسابق عهده لو اشتغلنا على التحكيم، اشتغلنا على التحكيم بصوره كويسه. نزلنا بالحكام في الملعب ندربهم ونتكلم على اخطائهم ونواجه اخطائهم بصوره واضحه، ما ندافعش عنهم في الحق والباطل. الحكم لما يخطئ ما نقولش عشان نقف قدام نادي او نادي كبير او نادي صغير نقول لا الحكم ما اخطاش، لا الحكم لما يخطئ نقول اخطا. وزي الاتحاد الانجليزي بيعتذر، احنا مش هنعتذر. عندنا في مصر ثقافه الاعتذار مش موجوده. الاتحاد الانجليزي لما في خطا بيحصل من الحكم بيعتذر، احنا مش هنعتذر، بس في نفس الوقت نقول احنا اخطانا ونشتغل على اخطانا عشان نصحح منها. المواجهه دي اهم طريق للرقي بالتحكيم. وبالتالي محتاجين تشتغل شغل احترافي بدون عواطف وبدون اسماء. انت تقول اسماء كبيره لما بتخطئ بتلعب، لا انا عندي الحكم كفاءه واداء، فالاداء اللي بيشتغل مهما كان اسم الحكم، حكم صغير حكم كبير، الاداء هو اللي بيفرق معايا. لو بيأدي اداء كويس واداء محترم بيستمر وياخد ماتشات ويستمر، مهما كان اسمه بيأدي اداء مش كويس او مش منتظم بصوره كويسه كاداء بنشوف غيره وهكذا. فبالتالي لازم ده اسمها العداله التحكيميه بين الحكام. انت ازاي تعدل كلجنه حكام بين حكامك من حيث المستوى. المستوى اللي بيفرق معاك مش الاسماء اللي تفرق معاك، ده مهم. المستحقات دي يعني مشكله ازليه موجوده مع التحكيم المصري، وللاسف كل مره بندي مسكنات. لازم حلول جذريه للمستحقات عشان ما نخش كل سنه نتكلم عليها. احنا مشكلتنا في مصر في التحكيم او غير التحكيم بنتكلم دايما ازاي نحل المشكله وقتيه وبعد كده لما تحصل تاني ونبدا نحلها تاني. طب ليه ما نحلش الموضوع جذري؟ يعني انا طرحت رؤيتي انا في القصه ديت، قلت يا جماعه في تيشيرت التحكيم مطلوب وناس كتيره مطلوبه تشتريه كسبونسرز، والفلوس دي تخش للجنة الحكام او للتحكيم تطوير التحكيم، فلوس الحكام معسكرات الحكام، وبالتالي نشيل عن كاهل الدوله وكاهل اتحاد الكوره المصاريف الكبيره اللي بيتحمل. لو مشيت بالسكه دي صدقني مش هنحتاج ولا هيتاخر مليم لحكم. بس للاسف احنا دايما ندور في دايره واحده او دايره مغلقه، هي الدايره ان كل سنه في مستحقات متاخره اتحاد الكوره على فلوس للحكام. وصلنا السنه دي 30 مليون على ما اتذكر الرقم، خرج منهم حوالي 5 6 مليون وعلى وعد ال 22 مليون يخرجوا، وبعد كده تكمل 8 مليون للقسم الثاني والقسم الاول. فالمشكله مشكله مستمره، بس الحل بتاعها سهل. بس احنا لو فكرنا بس خارج الصندوق ممكن نوصل لحلول، وحلول جذريه مش هتلاقي حكم له فلوس في اتحاد الكوره. هو طبيعي في اي مجال، في اي مجال مش تحكيم بس، في مشاحنات بتحصل، في منافسات بتحصل، سواء حكام عاملين سواء حكام متقاعدين. ده بكل مجال موجود على فكره، بس ان مجالنا بس دايما متشاف ودايما تحت الاضواء ودايما الناس شايفاه كويس والناس حاسه بيه كويس، لان التحكيم عصب الكره المصريه والتحكيم عصب المنظومه يعني. فطول الوقت بنشوف كل حاجه، فاللي ممكن يحصل اللي ممكن يحصل في اي مجال تاني انت ما تشوفوش او ما تاخدش بالك منه بيحصل في التحكيم فبيبان قوي. فانا بقول لك التحكيم زي اي مجال في موجود في الدنيا كلها، بس منه بس تحت الاضواء والناس بصله بصوره جامده يعني وكده، فبيظهر المشاكل بصوره كبيره. لكن المشاكل دي موجوده في كل المجالات ومش هتنتهي. اسره التحكيم موجوده، بتتكلم على اسره كبيره. في ناس مش قريبه من بعض، بس في ناس كتيره قوي قريبه من بعض.
اللي بيحب بعض ويعرفوا بعض من غير مصالح ومن غير اي غرض، ده اللي بيستمر وبيدوم في وسط التحكيم. لكن اللي بيعرف واحد عشان مصلحه، عشان منصب، عشان كرسي، ده ما يستمرش كتير. فهو ده المشكله اللي بتحصل، المشاكل اللي بتحصل في التحكيم دايما، المعرفه او الصحوبيه عشان كرسي او عشان منصب او عشان ماتش او عشان مصلحه، دي دايما تعمل مشاكل. لكن اللي من حكام زماننا بقى او حكام سابقين، المعرفه بينك وبينهم في حب في الله وانتوا بتحبوا بعض واسره، هذا اللي بيدوم، وده الاكثر اللي موجود في التحكيم المصري.